هم رموز لكل العراقيين وموضوع احترام وتقدير كل العراقيين. ولذلك أنا أعتقد أن الأخوة السنة هم معنا في هذه المشاعر وفي هذه الأحاسيس، ومعنا في رفع مثل هذه المهانة التي جرت على تاريخنا في هذا العصر بتعاملنا السيء. ماذا نقول لرسول الله؟ إن المخططين لمثل هذه الجريمة يريدون إيقاع هذه الفتنة ليس فقط في العراق، وإنما لتكون لها ردات فعل في أنحاء العالم.